عاجل ورسمان النادي الاهلي يواجه الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا يا جدعان. خلاص عاجل ورسمان النادي الاهلي خلاص بيواجه رسميا خلاص يا جدعان، القرعه لسه خلصانه دلوقتي حالا يا جماعه وخلاص يعني الحمد لله، هي الحديقه العشر بتنادينا يا جدعان، يعني انا اقسم بالله يعني ما عايز اكتر من كده عن الرجاء، الحمد لله اللي هو واحد في طريقنا. تعليلي تعليلي يا رجاء من الاخر كده، وان شاء الله يا جدعان الماتشين هيكونوا اول ماتش هيكون الذهاب في القاهره يوم 15 او يوم 16 الشهر ده باذن الله، ومباراه العوده هتكون في المغرب يوم 22 او يوم 23 الشهر ده باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله يعني الحديقه 10 اهلي، وان شاء الله تكون بدايه يعني طريقنا للحديقه 10 باذن الله. طب ايه طريق النادي الاهلي للنهائي دوري ابطال افريقيا؟ طريق النادي الاهلي يا جدعان يعني نص النهائي هيقابل الكسبان، هيقابل الكسبان من الترجي ووفاق سطيف، يعني ان شاء الله يعني انا اتوقع الترجي كده كده ووفاق سطيف يعني هتخسر والترجي هتكسب كده كده عادتها يعني. غير كده كمان ان شاء الله يعني طريقنا الى النهائي بعد ما نكسب ان شاء الله الرجاء اولا في ربع النهائي ثم الترجي التونسي ثانيا في نص النهائي، هنقابل الكسبان من صن داونز وبترو اتلتيكو، هتقابل في نص النهائي الكسبان من الوداد وشباب بلوزداد الجزائري. طب طبعا نشوف مين اللي هيكسب بالماتشين، يعني صن داونز وبترو اتلتيكو كده كده هتكسب صن داونز ده في ربع النهائي، يعني صن داونز هتكسب في ربع النهائي وهتنتظر الكسبان من الوداد وشباب بلوزداد، انا بتوقع الوداد هي اللي هتكسب وهتقابل في نص النهائي صن داونز، فاحنا هنقابل في النهائي يا جماعه الكسبان ما بين صن داونز، الكسبان ما بين صن داونز وما بين الوداد، وانا اتوقع والله اعلم هنقابل صن داونز في النهائي يا جماعه، مش عارف ليه كده حاسسها صن داونز ان البطوله دي رايحه ان شاء الله على الاهلي وصن داونز باذن الله، وباذن الله الحديقه 10 في الطريق للنادي الاهلي والحمد لله، اللي هي القرعه بالنسبه لنا سهله جدا، وبالنسبه لنا يعني الرجاء مش في حالته في الفتره الاخيره، والرجاء احنا لسه كاسبينها اصلا واخدين منها السوبر الافريقي، فالحمد لله ان القرعه خدمتنا، وفي ظل الغيابات اللي عندنا في ظل الاصابات اللي عندنا في ظل الاجهاد من ساعه المنتخب، فالحمد لله والشكر لله يعني جت في محلها، القرعه جت في محلها اقسم بالله، والحمد لله والشكر لله ان الماتشين جايين يعني عايزانا من الاخر، هي والله العظيم عايزانا، يعني هي بتنادينا البطوله، وان شاء الله بكره النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا، وبرده الزمالك عندها ماتش برده مع بيراميدز، يعني اما نشوف بقى الزمالك هتعمل ايه مع بيراميدز، اما نشوف يا عم بيراميدز الشبحانه اللي كنت عاملينها قدام الاهلي وخدته ثلاثه هتعملوا ايه بقى قدام زيزي، ومش عارف ليه رمضان صبحي بره القائمه والله، يعني مصاب بقاله كل ده مع انه كان في برنامج امبارح وقال انا سليم 100%، معرفش استبعاد رمضان صبحي ليه واستبعاد عمر جابر ليه، يلا عادي 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 يعني ان شاء الله تخسروا انتوا الجوز، ربنا يولع فيكم انتوا الجوز. والحمد لله والشكر لله يا جدعان، كل الناس تدعي وفي الكومنتات وتقول ان شاء الله الحديقه 10 من نصيبنا باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله البطوله بتاعتنا باذن الله، وان شاء الله تكون سالكه ان شاء الله، يعني كلنا في رمضان بندعي وكلنا في الصيام بندعي ان شاء الله الحديقه 10 تكون من نصيب النادي الاهلي، وان شاء الله يكون ماتشين الرجاء يعني خفاف علينا كده ولطيفه علينا كده مستر موسيماني، وكمان ماتشين اللي بعدها هتكون ماتشين ان شاء الله، يعني انا بتوقع ان احنا نقابل الترجي التونسي وان شاء الله ان شاء الله نعدي الترجي التونسي ونقابل صن داونز في النهائي، انا كده كده يعني اتمنى ان انا اقابل صن داونز في النهائي وتكون النهائي ان شاء الله ان شاء الله اهلاوي باذن الله، اهلاوي مصري باذن الله، وان شاء الله الحديقه 10 يعني. وفي نهايه الحلقه بشكركم جدا، وكل الناس تقول توقعاتها النادي الاهلي هيقابل مين في النهائي، كل الناس تقول توقعاتها في الكومنتات يا جماعه، وانا هنزل اتوقع معاكم برده في الكومنتات ونتخانق في الكومنتات، كل الناس تقول توقعاتها في الكومنتات يا جماعه. وفي نهايه الحلقه بشكركم جدا، كان معكم ابراهيم سمكه من برنامج الهداف على قناه اليوتيوب يا جماعه، بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.